أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. معنا الأستاذ الدكتور سعيد صالح، أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء جامعة المنوفية. أهلا وسهلا مرة أخرى دكتور ناصر. أهلا بك. دكتورنا، تكلمنا وقلنا إزاي تعرف الأمهات المصابة بارتفاع ضغط الدم، وتكلمنا فيها. طب عايزين نعرف متى يظهر مرض ارتفاع ضغط الدم لدى الحوامل؟ هو طبعا احنا عندنا يعني الضغط بينقسم الى قسمين، قسم اللي هو بنسميه ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل، وده بيبدأ يظهر بعد الاسبوع العشرين، يعني بعد الشهر الخامس او السادس تقريبا في الحمل. تمام. يبدأ يظهر ويزيد ويتصاعد تدريجيا، تمام، او ان السيدة تكون عندها ضغط من قبل الحمل، تمام، وده طبعا بيكتشف في اول زيارة بعد المتابعة، وبالتالي بتبقى خلاص هي يعني اتعرف انها عندها الضغط من الاول، وتبدأ تتابع وتظبط ايه ضغط الدم يعني عندها. ممكن يظهر من الاسبوع العشرين كده ده اللي بيظهر مع الحمل وبنسميه ضغط الحمل، تمام. وده بيظهر بعد الاسبوع العشرين، يعني بعد منتصف الحمل. فاذا طبعا السيدة حست باعراضه اللي احنا ذكرناها، اللي هي يعني صداع، زغللة في العين، تورم القدمين، تورم تحت الجفن، عدم الإحساس بالراحة، يعني كل دي مشاكل ممكن تحس بيها زيادة في ضربات القلب، لازم تبدأ تتابع. طبعا حاليا زي ما حضرتك تعرف يعني منتشرة كتير جدا أجهزة ضغط الدم في البيوت تمام. الديجيتال، فبالتالي حتى هي لو قاست الضغط لنفسها وحست إن الضغط بتاعها يعدي أكتر من 140 على 90، او ان هي كانت يعني ضغطها قبل كده مثلا عند مستوى معين زي مثلا 100 على 70 وزاد البسط عن 30 مليمتر ميركري، او المقام زاد عن 15 درجة مليمتر ميركري، يعني يبقى ده يعتبر بداية ارتفاع ضغط الدم. تبدأ تقلق وتبدأ تبحث عن يعني تستشير الطبيب وتتأكد اذا كان ده فعلا ارتفاع ضغط الدم ولا لا. وعشان نشخصه لازم نقيس يعني الضغط للدم ده على الأقل يعني 3 مرات، بين مرة ومرة حوالي 6 ساعات، تمام، عشان نتأكد ان هو ست فعلا ساعات عشان نتأكد ان هو فعلا ضغط حمل او كده، مش حاجة، مش عرض يعني بسيط ووقتي تمام. وهيزول بعد كده. طب ده بيحدث